اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان الصيف الدولي. أحيا فريق المربع الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير لافت. ولاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا على مدار شهر، استمتع فيه محبو الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف. وقد شهدت الفعاليات تنوعا ملحوظا بين العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والورش الفنية. على مدار الشهر اللي فات تقريبا كان كل يوم في أكتر من حفلة، بالإضافة لعروض سينمائية ومسرحية، بالإضافة لورش عمل فنية للمهتمين يعني من الشباب زي ما حضرتك شايف النهارده. وطبعا في دول بتمثل نفسها في المهرجان النهارده، وفي فرقه مربع، ودي فرقه اردنيه ومشهوره في الاردن، مشهوره كمان ليها جمهور كبير في مصر زي ما حضرتك شايف الساحه ممتلئه يعني. والحفلات احنا يعني نظمناها السنه دي، كان في بعض الحفلات داخل القاعه وفي حفلات في الساحه الكبيره.